حلوة وكلمتين حلوة يا بلدي، غنوة حلوة وغنوتين حلوة يا بلدي. أملي دايما كان يا بلدي إني أرجع لك يا بلدي، وأفضل دايما جنبك على طول. وهو ذكريات مع افتتاح مقرنا نقدم لكم وردة النصر والحرية، المحبة، الطيبة والجمال. وردتي مقدمة من أجل تطوير السياحة. وردتي مقدمة لأجل هذه الجماهير. هاي للدرجة الكامل. وردتي مقدمة للإنسان البسيط المكافح. وردتي مقدمة من أجل المستقبل والأجيال القادمة. سوا حتى النصر. إحنا منبارك مقر الاستقامة وأقدم وردتي لهم لتطوير وتقديم العلم والثقافة في دلية الكرمل. وردتي مقدمة لكل أمهات دلية الكرمل. وردتي مقدمة للمرأة العاملة والمرأة المتعلمة. وردتي مقدمة للحرية والثقافة والفكر الحرية. وردتي مقدمة للحديث الناعم والقصيدة. وردتي مقدمة لكل طفل وكل طفلة. مباركة لهذا الافتتاح المتوج بالنصر، وتحت وردتي من أجل العمل والعمران والبناء. وردتي مقدمة لعائلة دالة الكرمل، عائلة معاً، لدعم المشاريع الإبداعية الثقافية من أجل الطفولة حتى الكهولة. وردتي مقدمة لبناء الملاعب أو المرافق الرياضية وللنساء جميعاً، لنساء دالة الكرمل. وردتي لصوت الحق، للحقيقة، للكلمة الشريفة والنبية. وردتي مقدمة لدور العلم وبناء المعاهد الثقافية والمدارس التعليمية. من السقلت ومن نصر حليفنا، وردتي مقدمة للحرية الفكرية والنزاهة الصحفية. وردتي مقدمة من أجل نقاء الطبيعة. وردتي مقدمة للصبايا والشباب وإلى الأمام. وردتي أجمل وردة وأغلى مباركة. أحلى ما نقدم للإنسان المحبة، العمل والعطاء بلا مقابل. وردتي مقدمة للأيات البيضاء التي تعمل من أجل بلدي. وردتي مقدمة لدعم بناء المصالح التجارية. أساطير الجميع، وردتي أهديها للقلوب الطيبة وللبساطة الاجتماعية. وردتي مقدمة للمرأة الصالحة في تربية الأجيال. وردة بدي أهديها، كنت بدي أهديها لزوجتي، أما بدي أهديها لبنتي صفاء. والوردة الثانية إذا سمحتوا إخوان لإنسان عزيز علينا كلياتنا، أبو لطفي أمل نصر الدين. وردتي مقدمة للمرأة العاملة والمرأة المتعلمة وكذلك لربات البيوت أجمعين. وردتي مقدمة لدعم الفرق الرياضية بكل أنواعها وبالنجاح للجميع إن شاء الله.